أجمعت الأمة، الأمة أجمعت، نعم. أمة إسلام قبل أجمعت أن الخليفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه الصديق. من أجمعت أجمعت نعلان كان دمائي ربطرون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من طابق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. طابق عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طابق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أي واحد يشكك في ترتيب الخلافة هؤلاء الأربعة هو ضال وخالف إجماع الأمة. نونامنس مين كان سانساي تولين ترتيب لريم نيكا كروب كروم بطوبي نبي صلى الله عليه وسلم ونفنون جمنا بونيني كي كجيني دال بوبي دال بطوي أمبي كان أي كبير ربا أمة الإسلام تأخ نعم.